مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده هنستعرض فيها اهم الاخبار الاقتصاديه اللي حصلت على مدار الاسبوع. اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه نتائج المزايده الاولى للذهب اللي تم طرحها بدايه العام الجاري، وقال إنه تم اختيار 11 شركة منهم 4 شركات مصرية و11 شركة أجنبية، وبلغت قيمة الالتزامات على الشركات دي 16 مليون دولار ومدة التنقيب هتكون عامين. وقال إنه هيتم طرح أول مزايدة للتنقيب عن بعض المعادن زي الحديد والبوتاسيوم والرمال البيضاء، وقال إنه مستهدف إنه الاستثمارات في قطاع التعدين تصل لحوالي مليار دولار خلال عام 2030. قفزت أسعار الطماطم بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت، وبلغ سعرها حوالي 20 جنيه في أسواق التجزئة، وده بسبب نقص المعروض في الأسواق بسبب الفاصل بين العروة الشتوية والعروة الصيفية ونقص المعروض من الحقول بالتزامن مع نقص المساحات المزروعة بالطماطم. زراعة الطماطم بتقابل العديد من التحديات وعلى رأسها ارتفاع التكاليف والتغير المناخي، درجات الحرارة اللي بتأثر إما على تلف المحصول المزروع بالفعل أو عدم نضج المحصول بسبب انخفاض درجات الحرارة. وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحصر أعداد المستفيدين من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة تمهيداً لإعلان ميعاد الصرف خلال الأسبوع المقبل. وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه تم فتح باب التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لقيام الجهات المعنية بتنقية الأسماء المتقدمة واستبعاد من يحصلون على دعم نقدي من الدولة والأسماء المكررة. هيستمر صرف المنحة للمستحقين حتى نهاية العام الجاري، وبلغت التكلفة الإجمالية للصرف 2.5 مليار جنيه واستفاد منها 1.6 مليون مواطن. قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن منتدى بلومبرج اختار مصر والإمارات كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، وده بسبب الإصلاحات الاقتصادية والفرص اللي بتتميز بيها الدولتين رغم التحديات اللي قابلها العالم كله خلال الجائحة. وزيرة قالت إن مصر نجحت في خلق بيئة سياسية ساعدت في الاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة لإن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان قوي وأصبحت من أهم الاقتصاديات الناشئة في المنطقة. شكراً ليكم واستنونا في حلقة جديدة الأسبوع الجاي.